وهذه هي الدولة الأولى بعد عملية تحرير محافظة نينوى. فأهلا وسهلا بكم وشرفتونا. بالنسبة لكم كطيب طبيعة عمل من معلم اعتيادي إلى معلم تنمية خاصة، الحياة نمط وقدرات وإمكانيات، وهي ضمن يعني فئة التربية الخاصة، هي يسمون ذوي الاحتياجات الخاصة. فعندنا التربية الخاصة هي أنواع، حالات التربية الخاصة هي أنواع: التخلف العقلي البسيط، عندنا سابعا عندنا حالات الصرع الخفيف، عندنا هاي حالات التربية الخاصة. الموضوع قسم خاص بوحده: بطيء التعلم، بطيء التعلم كل درجة الذكاء ما بين 70 إلى 90 درجة، هاي نسبة الذكاء، هذا هو محور عملنا، من 70 إلى 90 هاي درجة الذكاء، درجة الذكاء. وكل طالب يدخل إلى التربية الخاصة طبعاً يدخل لنا عدة فحوصات، من ضمنها فحص مستوى الذكاء. عندنا حالات الصراع الخفيفة، أكو حالات صراع متأزمة، أكو خفيفة بسيطة. يعتمد أسلوب الإعادة والتكرار معاه، يعني صف الاعتياد يفوت المعلم يطرد الواجب، ما أنا ما تلعب، بس إحنا أيوه عندنا معلم تربية خاصة تعرف الشغلة، إن التكرار الإعادة والتكرار مهم لأن يستوعبون هاي المسائل. فعندنا أكو حالات تربية خاصة كثيرة، أكو طالبة عندنا مصابة بالخجل مثلاً، يعني مرة عندي طالبة أجي عليها على رحلة، الرحلة تتحرك هي نهائيا ما تحرك، بعثت على ابن الطالبة هذه أشرن تصرفات، بعد والله نفس الشيء بالبيت، عندي حالة خوف، أول ما حد يصيح علينا، لا حد يقوم علينا باللسان، يعني حتى ليس عنده نفور من المدرسة. تشبه معلمة الصف الخاص. بدأت اليوم الدورة التأهيلية لمعلمي ومعلمات التربية الخاصة في مدرسة القبس، وهذه تعتبر الدورة الأولى بعد عملية تحرير محافظة نينوى. وتتناول الدورة عندنا عملية التشخيص بالنسبة لمعلمة التربية الخاصة، شرح مفهوم التربية الخاصة، شرح أهم السجلات والواجبات اللي طلب من معلمة التربية الخاصة أو مدير المدرسة المشمولة بالتربية الخاصة. عندنا شرح عمل اللجان الطبية، وأي طالب ما يدخل إلى التربية الخاصة إلى ما يعرض على لجنة طبية متخصصة ويحول إلى عن طريق تربية محافظة نينوى إلى اللجان الطبية ويدخل ضمن صفوف التربية الخاصة. هناك عدة بدائل للتربية الخاصة من صف الأول. يعتبر أولا الطالب راسب في الصف الأول، وإذا لم يستطع يعني يواكب عملية التعليم ويبقى في الصف الأول تربية خاصة، أو ينجح من الصف الأول الاعتيادي إلى الصف الثاني الاعتيادي إذا تجاوز حالة بطء التعلم، أو يعتبر الطالب ناجح إلى الصف الثاني تربية خاصة إذا كان هو يحتاج بعد إلى جهد أكبر في عملية التعليم في صف التربية الخاصة. وهذه الدورة تقام لمدة 3 أيام. جبتي صورتين اليوم زهرة ولا ما جبتي؟ ما يتكلم من المدرسة ولا يعني المدرسة.